السبب في الحقيقة الحكومة فشلت في إيجاد حالة من الثقة مع تلك البيئة. وأنا أعرف ليش. مو لأن رئيس الوزراء طائفي شيعي، لا، السياسة الأمنية، القادة الأمنيين اللي أنا طالبت رئيس الوزراء أن يعتقلهم، هم ذولا اللي يقودون العمل الأمني، حينما تزداد التفجيرات ويجتمع فيهم القائد العام للقوات المسلحة طبعا يكون اجتماع حامي اللوم والمحاسبة، يطلعون ثاني يوم يعتقلون، يقول له السيد الزمن 200 من الإرهابيين، أقدر أقسم ما بهم 10 دول 200، ف190 شنو راح يتحولون؟ أعداء. لأنه إلى أن يثبت براءته بده أشهر، ولما يثبت براءته ما يطلع بدون دفتر أو نص دفتر أو دفترين. للعلم هذا لازم نقول الحقيقة. أنا كنت أسمع بس بعدين شفت هذا الفساد متفشي. إيش راح نحول بيئة هذول الأبرياء المعتقلين؟ أقرب إلنا لو داعش. داعش تحيا. أنا هسه ما أريد أناقش هواي، أسأل القادة الأمنيين. كل ما تزيد اعتقالاتهم للناس تعقبها فورا، طبعا يعتقلون بمحيط السنة، ثاني يوم 10 تفجيرات بمحيط الشيعة، نعم، اعتقلوا بعد 150، ثالث يوم رابع يوم 14 انفجار بمحيط الشيعة. السؤال منطقي، من تعتقلون إذن؟ من هم الذين تعتقلونهم إذا كل هالمئات تعتقلوهم والتفجيرات تزيد؟ وين شغلكم؟ عندك ملاحظات على مالك ذولا وحاطهم هم ونجوبهم وناصبهم؟ حقيقي ده أقول لك. طبعا أقام الدنيا علي ولم يقعدها في ذلك الوقت، وحتى هم زعلوا الناس القادة الأمنيين، بس تعال يا أخي نتفاهم. يعني وين الغلط؟ أنا لما دا أعتقل أكو احتمالين، إما دا أعتقد الأبرياء وهذا ظلم، طيب، أو كل الشعب تحول ضدي. مو طيب، يعني من اعتقل 200 ما يأثر، يجون 200 آخرين بمكانهم، وهي هم كارثة أكبر. طيب.